الآن في وسط بحيرة الفرات التي كانت تسمى سابقا ببحيرة الأسد. نتوجه باتجاه الغرب إلى الضفة الأخرى من بحيرة الفرات، حيث هنالك تجري الاشتباكات بين قوى سوريا الديمقراطية وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية التي تعرف اختصارا بداعش. متجهين الآن إلى مدينة طبغة لتحريرها من داعش، وبعد نتوجه إلى الرقة ونحرر كافة أراضي سوريا من داعش.